553 644 عبد الله محمد الشحات مصباح منطقة الغربية معهد محمد رجب بسجين الكوم ومجموعه 650 والمجموع الكلي 650 بنسبة مئوية 100%. سجين الكوم ولا سجين؟ سجين الغربية سجين الكوم. الأول مكرر 153,000 153 ثلاث اصفار يعني. محمد حسام حسن حافظ الباشا. محمد حسام حسن حافظ الباشا. منطقة المنوفية معهد سبك الأحد ومجموعه الكل 650 بنسبة 100%. الأول مكرر 206-499 هاجر محمود يوسف السيد منطقة الدقالية معهد فتيات طناح والمجموع 650 بنسبة 100%. الرابع 163,590 أحمد عبد المولى أحمد علي مصطفى شمال سيناء معهد بئر العبد مجموعه الكل 649 بنسبة 99.85% من 100%. الرابع مكرر 156,048 محمد صلاح محمد السيد جاويش منطقة كفر الشيخ معهد أبو مندوب مجموع الكل 649 والنسبة 99.85% يعني. السادس 156,452 سعيد حسن عبد الفتاح شريف منطقة كفر الشيخ معهد قلين ومجموعه 648 بنسبة 99.69%. السادس مكرر 210,998 سلوى أحمد محمد عرابي محمد منطقة الشرقية معهد أبو حماد أول المجموع 648 النسبة 99.69%. السادس مكرر 153,380 محمد الحسيني زكريا خليل منطقة الغربية معهد شبرا النملة مجموع الكل 648 بنسبة 99.69%.